الحلقات التانية من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. البداية مع مسلسل الكتيبة 101، شهدت الحلقة التانية من المسلسل تعامل قوات الجيش المصري مع الإرهابيين اللي قاموا باستهداف كمين كرم القواديس في ملحمة بطولية لعناصر القوات المسلحة من الضباط والعساكر. اثبت يالا، اثبت، اثبت يالا. وزير واحد قادر عبد النبي منادي، تم الوصول للمحتجزين. في الحلقة الثانية من مسلسل رسالة الإمام شهدت تنقل كاميرا المخرج ليث حجو لقصر الخليفة العباسي في بغداد سنة 198 هجرية، وحوار بين الخليفة العباسي والإمام الشافعي. بدأ الحوار عند الخليفة العباسي اللي قال: أعلم كم يحبك أهل الحديث وأهل الرأي، وأنا أراك قريبا في النسب. وهنا رد الإمام الشافعي: علمي ونسبي هو ما يشرفني في الدنيا. فيقول الخليفة: وهكذا تصبح من كبار قضاتي، وسيقبل الكل الفتوى منك، لعلك تحسم لنا سخط القول بخلق القرآن بالحجة من عدمه، وتنتهي المسألة. ما دمت قد طلبت الوصية إذن، فاخلع رداء الكبر عن عاتقك، وضع تاج الهيبة عن رأسك، وانزع قميص التجبر عن جسدك، وانشر سرك، وألقي جلباب الرياء عن وجهك مستكيناً بين يدي ربك. كمان شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع مشهد لمربوحة وهي بتمثل على زوجها الكبير إنها دخلت في نوم عميق، ولما خرج الكبير راحت وراه عشان تشوف مين البنت اللي بيخونها معاها. هي فين؟ هي فين؟ هي فين يا كبير؟ فين اللي بتخوني معاه؟ خرب بيتك، وقتك، إيه اللي عامل فيك ده؟ عندك كلب كوكيشن؟ بجانا تخني يا كبير بعد ما بعت الدنيا واشتريتك. اشتريت مين؟ الله يرحم، الله يرحم لما كانوا بيبيتوكي في البنيو اللي هيكشفوا فيها الكاوتش المخروم، والبجالين لما تطلع يحتاروا منك ولا مني. ارتجال مش هحضرها وانت جاي. الحلقة الثانية من مسلسل ألف حمد لله على السلامة للنجمة يسرى شهدت أحداث مختلفة. اضطرت ميان السيد تروح لبيت أسرتها لوحدها، خصوصاً وإن والدتها يسرى وأخوها آدم الشرقاوي قعدوا في النيابة بعد ما اتدخلت الشركة لفض نزاع الشقة. حضرتك جارهم؟ أيوه. تعرفها؟ لا. طب تعرفه؟ لا. طب فين الورق اللي بيثبت ملكية حضرتك للشقة؟ ده كلام مهم. هو حضرتك مين اللي طلبك؟ الأستاذ اللي طلبك. حضرتك جاي منين؟ أنا جاي من الاسم. يبقى احنا نروح الاسم نفتح المحضر واتاكد انك انت كنت جاي من الاسم مش واحد صاحبه، علشان كل واحد فينا ياخد حقه. ده كلام مهم بقى. صح. يا سلام، نروح الاسم. وبدات احداث الحلقه الثانيه من مسلسل الصفاره في تحول شفيق لشخص تاني خالص بعد استخدامه الصفاره الاثريه واللي رجعته للماضي وقدرت تغيير حدث معين. الحدث ده هو انه قفز بالزمن 6 سنين وأصبح شخص بدين ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سياحية. مش ناوي يا حبيبة تخطب لي كارما؟ يا حبيبي يا وجي، لسه فاكرك زي ما يكون امبارح وانت بتجري جنبي بالضفاير ومسكك كده. انت مسكني منين؟ من الضفاير غالبا. ضفاير؟ يا ابو العروسة؟ ماشي يا بيه. كمان شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج شجار كبير بين جميلة وشريف اللي بيتهمها بتزوير العقود، وده اللي دفع جميلة تتهمه بالجنون. وهنا ثار زياد على شريف وحاولت شهيرة والدة جميلة تهدي الأمور وطلبت من جميلة تنقل ملكية الميراث بالكامل باسمها عشان يكون تحت تصرفها. أيوة، بس أنا دلوقتي عايز أعرف هو ليه بابا عمل كده؟ إشمعنى أنا؟ يعني بابا لما كان قلب عليك الدنيا قبل ما يموت كان عايز يقولك كده؟ بس انتي سؤالك صح، اشمعنى انتي يا جميلة؟ ليه مش أكرم؟ ليه مش أنا بابا ما كانش بيخبي عني حاجة، أنا كنت دلعته
ما تقولي لهم يا ماما. في الحلقة الثانية من مسلسل عملة نادرة بطولة النجمة نيلي كريم كشفت عن أحداث كتير، أبرزها إن مسعود اللي بيجسد شخصيته الفنان أحمد عيد قام بعمل حيلة بعد ما قتل أخوه بلال. الحيلة اللي عملها وخططها ادعى إن في مجموعة رجال أطلقوا عليهم النار أثناء سيرهم بالسيارة على الطريق، وهنا اتصاب أخوه بخمس طلقات واتصاب هو بطلقة واحدة في رجله، ولما روح البيت بعد دفن أخوه حس بالذنب واتمنى إن أخوه يسامحه. سامحني يا والد أبوي، ملكني الشيطان ووزني، بس اللوم على أبوك الراجل المفتر اللي فرق ما بيننا وملى صدورنا بالحقد والغل. ده مش بس مفتر وظالم على الغريب، لا علينا احنا كمان، ولاده اللي من لحمه ودمه يا أخوي، ما شايفش غير مصلحته واسمه اللي لازم يفضل في الدنيا بعد ما يموت. يموت؟ ده هيدفننا كلنا. شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة عقد جعفر لجلسة حكم عرفية بعد مشاجرة أخوه سيد مع الحاج حمادة فتح الله اللي كسر له محلاته، واعترف جعفر خلال الجلسة العرفية بأن الحاج سيد له حق عليهم في أن أخوه يدفع 250 ألف جنيه. معلم سيد العمدة غلط، غلط في ناس كبار، ناس كبار وليهم اسمهم وليهم وضعهم، ومتغرم 250 ألف جنيه. الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة للنجم ياسر جلال شهدت بداية العلاقة بين عمرو وبسينة اللي بدأت بتقدمها الوظيفة في الشركة اللي بيمتلكها ياسر جلال، وبتتقبل في الوظيفة. من بعدها الأحداث بتتصاعد علشان تبدأ علاقتهم ببعض. اهدى كده، خلينا نقعد ونشوف هنتصرف ازاي. بسينة، الموضوع ده حله في ايدك انت، وملوش اي حلول تانية غير اللي انا قلت عليه. الحمل ده لازم ينزل لمصلحتك ومصلحتنا كلنا، هو ده الحل الوحيد، مفيش حل غيره يا ابو سعيد. في الحلقه الثانيه من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي ظهر رؤوف وهو واقع على الارض اثناء محاولته لتغيير اللمبه في البيت، وفي الوقت ده بيحلم انه قتل زوجته شيرين بسبب المشاكل بينهم، ولما حقق معاه الضابط اكد له انهم متجوزين من 16 سنه وهي اللي قتلته وقتلت كل حياته. بعدها فاق رؤوف من الحلم علشان يلاقي نفسه وسط زوجته واولاده وهم بيحاولوا يفوقوه. صحيت قلت ايه ده، ده كل حاجه ممكن تنتهي في لحظه. ده حلم انت حلمته؟ لا دي حقيقه حصلت، ومن ساعتها وانا مسيطره عليا فكره واحده بس، ما دام كل حاجه ممكن تخلص فجاه يبقى انا لازم الحق اللي باقي لي واغيره. في الحلقه الثانيه من مسلسل سره الباتع ظهر الفنان خالد الصاوي اللي بيجسد دور شيخ البلد، وشهدت الحلقه ظهور النجم حسين فهمي وهو بيجسد دور عالم فرنسي. ظهر خلال المشهد وهو بيكتب الخطاب باكيا امام مقام السلطان حامد. شهدت الحلقة أيضاً قصة حب أحمد السعدني اللي بيجسد شخصية حامد وحنان مطاوع اللي بتجسد شخصية صوفيا، لكن بيرفض الشيخ سليم جوازهم. وكلنا بنتشرف بيه في النظر، ولولا كلامه واللي عمله حامد والشباب كان زمان أهالينا مرجعش حد منهم حي. انتوا يا شباب ليكم جميلة وحق في رقبة كل بيت في بلدنا. طب هو احنا قلنا حاجة يا شيخ سليم؟ ربنا يبارك في الرجالة كتر خيرهم. بدأت الحلقة الثانية من مسلسل سوء الكانتو للنجم أمير كرارة ومي عز الدين بمشهد انفجار القنبلة في أحد الجنود في الحرب وهو صالح أو أحمد صلاح حسني، واللي أهله بيدوروا عليه ومش عارفين إذا كان توفى في الحرب ولا لسه على قيد الحياة، وبيحاول طه القماش أمير كرارة أخو صالح إنه يدور عليه. دي مصيبة، في ناس طالبين طلبيات والناس دي دافعة فلوس، دي طير فيها رقاب. لا رقاب مين اللي طير؟ إحنا نروح نتكلم معاهم ونستسمحهم، هما أكيد هيسامحونا، خاصة لما يعرفوا إن المصلحة حط عينها علينا وقطرانا. يسامحوا مين يا حمدي؟ بقولك الناس دافعة فلوس، وأنت بتتعامل مع قرايبك بس بقى أنت أهو.